أهلا يا حضرة القسيس، أنا مريم من مصر. أهلا وسهلا أخت مريم. أهلا بيك. أنا بشكرك جدا على المسج بتاعت النهاردة، لأنها مهمة جدا لأي حد يكون بيسمعنا ويكون جاي من خلفية تانية. زي ما حضرتك قلت، في كل الحاجات والبوينتس وكل الآيات اللي أنت استشهدت بيها، المسيح كان واضح وصريح من الأول إن تمن التبعية مكلفة جدا، مكلفة لكل احتياجات الإنسان الأساسية اللي أطباء علم النفس وخبراء علم النفس قالوها: الشلتر، الأسرة، حتى الهوية بتاعت الشخص. كل الحاجات دي بتبقى مع تبعية المسيح بتسقط الواحدة ورا التانية، بالذات اللي جايين من خلفية إسلامية زينا، لأن الإسلام قايم على إن أنت مقبول بسبب إسلامك، أنت حتى مقبول في وسط عيلتك بسبب إسلامك. إن كنت مسلم فأنت هتتقبل في وسط عيلتك، حتى عيلتك لو كانت بتحبك. فأنا مش هقدر أقول يعني حاجات كتير حصلت معايا شخصيا، بس كل اللي أقدر أقوله لك إن أنا جربت كل أنواع المشاكل بمجرد إن أنا عرفت الرب. جربت إن أهلي اللي بيحبوني أشوفهم لأول مرة بيحاولوا يموتوني. جربت إن أنا أكون بلا مأوى، جربت إن أنا أكون بلا بلد، جربت إن أنا أكون بلا ورق، جربت أكون بلا فلوس. أنا سبت كل شيء من أجل معرفة المسيح، وكانت أكتر حاجة متعبة بالنسبة لي إني أنا فجأة لقيتني بلا ركيزة. كأني الإنسان عشان يعيش لازم عنده يعني يكون في اشباع للانسكيورتيز بتاعته، وكلها بتدور حوالين مجتمعك، عيلتك، ان كنت عندك اموال، ان كنت عندك حياه. فجاه بتلاقي نفسك بلا حياه، بلا ناس، بلا اي حد. بس نشكر ربنا، زي ما كنت كلمت جنابك قبل كده يا حضره القسيس، ان ربنا عمره ما يبات مديون لحد. وان كان حد ترك قشه واحده من اجل اسمه بيرد له حياه كامله. بس احنا يعني انا مش عايزه اكون بخوف حد من اللي بيتبع المسيح. يا جماعه مش سهله طبعا، اتباع المسيح مش سهل، ومش هادعي ان انا كنت بطله في الاول وكنت عارفه ان في تبعيه للمسيح. طبعا لما عرفت المسيح انا سمعت اختبارات كم حد كان عبر للمسيح واتبهدلوا اخر بهدله. بس طول ما احنا في الموقف بنفتكر ان الحاجات دي بتحصل للاخرين، بس مش مستحيل تحصل معاك. لكن للأسف حصلت معايا، مش هقول للأسف قوي لأن ربنا حول اللي عملت إلى بركة، بس أنا تعرضت لمواقف وحشة جدا من أقرب الناس ليا. وأنا دعوتي لأهلي اللي هم لسه على القديم وعلى التفكير القديم: اتبعوا الرب، لأن الرب هو اللي فداكم، الرب هو اللي فداكم. عشان كده أنا ما أقدرش أستخسر نفسي، ولا نفسي عزيزة عندي، لأن هو بذل نفسه من اجلي. وهو قال يعني، انا كنت بشوف في حته مهمه قوي في حياه المسيح لما جم قالوا له: يا سيد، امك واخواتك على الباب. لما قال لهم: بل امي واخواتي من يسمعون كلامي ويعملون بي. فالحته دي هزتني في الاتباع، في التبعيه بتاعت المسيح. انا المسيح ممكن يكون بسبب تبعيتي دي خسرت عيلتي، لكن انا لو رجعت بصيت للوراء زي امراه نوح هتتحول لعمود من ملح. انا مش عايزه اكون كده، انا عايزه اشوف المسيح اللي دعاني ليه. هو دعاني ليه؟ في هدف لحياتي، ان انا ادعي اخرين، ان انا اخلي نفسي انا كمان زي ما هو اخلى نفسه. هو اخلى نفسه اخذا صوره عبد صائرا في وسط الناس. ليه؟ عشان يلفت انتباهنا ان في حرب، في حرب علينا، في حرب على البشرية كلها من عدو الخير. فأنا زي ما هو أخلى نفسه، أنا هخلي نفسي، أنا مش هبص ورا، أنا مش هبص زي بقية الناس إن مستنيين أهلهم. أشكرك إن هو يا رب إن أنت ملتني واديتني أم روحية، اديتني أب روحي، اديتني حاجات كتير قوي. فأنا من ساعتها وأنا مكرسة نفسي لحياتي مع ربنا، بدعي كل الناس إن مهما تكون وصلتوا من اضطهادات، حطوا عينيكم بس على رئيس الإيمان ومكمله يسوع المسيح، آمين وهو آمين. هيكون بيطلع بيكم من مجد لمجد ومن قوة إلى قوة. لكن الأوطان
لا ما انا اسفه جدا ان انا اقول كده، وطننا هو اورشليم السماويه. ما حدش يبص على وطنه، اللي فقد وطنه انا بحس بيه، اللي فقد عيلته انا بحس بيه. انا جربت كتير قوي زيكم يا جماعه، لكن حطوا عينيكم وثبتوا عينيكم على المسيح في ثمن فادح للتبعيه، لكن بنحسبها كلها نفايه من اجل معرفه المسيح. آمين آمين أخت مريم، شكرا جزيلا والرب يباركك. فعلا أنا بشكر الرب من أجلك.